أصفه في حضور رجل كان مجرد لقائه والتقدير منه بمثابة اعتراف بالمهنية واعتراف بالفضل واعتراف بالبقاء. نقف في حضرة رجل ما دام عطاؤه ممتد حتى بعد رحيل الجسد، في حضرة أستاذ ذي بصمة فريدة مهما اختلفنا حوله. امتلك كل مواصل المهنة سواء من حيث تنوع المصادر وقوتها أو من حيث القدرة على الوصول للمعلومات في أدق وأرقى وأقوى مصادرها أو من حيث الصدق وسبق المادة الصحفية بحرفية فاذة وصوغها بلغة متفردة. يضاف إلى كل ذلك ذخيرة معرفية شاملة من حافظة شعرية جبارة إلى ذاكرة تاريخية لا تعرف الوهم، إلى الاطلاع على كل ما هو حديث وشغف للإنجاز لم يتوقف، وامتلاك لكل فنون المهنة عززها برحلات معرفية وبمقابلات مع مفكري العالم وسياسيه وكبار صحفيين، فلم يترك نافذة للاطلاع إلا وفتحها. وعندما هم بالانصراف كان حريصا على أن يفتح نوافذه للأجيال القادمة من خلال مؤسسته للتدريب التي كنت واحدا ممن استفادوا منها، وفتحت الأبواب واسعة لعشرات من الصحفيين للتعلم، آخرهم أكثر من 22 متدربا حصلوا على دورة هيكل الأخيرة للنطاق لمدة عامين مع نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل للصحافة العربية، نرجو أن يتعزز ويتمدد. في وقفتي هنا ما عززته التجربة وعززته رحلة الصحافة وما تواجهه من مصاعب وأزمات على رأسها معركة حرية الصحافة وخروجها من كبوتنا، ومن موقعي كنقيب للصحفيين فإن نقابة الصحفيين المصريين سوف تحتفظ بالأستاذ الكبير بالعديد من المواقف دفاعا عن حرية الصحافة باعتبارها إحدى الحريات العامة، ولا تنسى له موقفه الشهير عندما وجه رسالة لأعمال الجمعية العمومية الطارئة في العاشر من يونيو 1995 لرفض التعديلات التي أقرها مجلس الشعب في حينها على قانون الصحافة، والتي أطلق عليها الصحفيون حينها تعديلات حماية الفساد. حينها أعلن هيكل في كلمة وجهها للجمعية العمومية قال فيها إنها ليست أزمة قانون ولكنها أزمة سلطة شاخت في مواقعها. ولا تنسى نقاط